根据中央统一部署，中央巡视组呢在今年三月到五月开展了今年的首轮巡视。就在昨天，13个中央巡视组已经全部向被巡视地区和单位反馈了巡视。في يوليو 2014 أشارت فرق التفتيش المركزية في قائمة المشاكل إلى أن الفساد خطير وسط صغار المسؤولين كالذباب، ولا يمكن تجاهل الفساد في الأرياف القاعدية، والنضال شاق في مكافحة الفساد في الوحدات القاعدية. وفي أكتوبر أظهرت نتائج الجولة الجديدة من التفتيش المشاكل المذكورة، وفي الوقت نفسه أثارت القضايا المكتشفة في مختلف المناطق اهتماماً بالغاً من المجتمع. وبالمتابعة لوحظ أن أعضاء الحزب وكوادره انتهكوا القانون، وانطلاقاً من انتهاك الانضباط من الضروري وضع الانضباط في المقام الأول قبل القانون لجعله أكثر صرامة. تلقى يوفان مدير لجنة الحي السكني بمدينة شيئان رشاوى تقدر ب 120 مليون يوان صيني من خلال مشروع هدم الحي السكني وإعادة إعماره مجدداً. تلقى جي خاي سكرتير الحزب السابق بقرية سونخ بمنطقة تشاويان في بكين رشاوى ب 90 مليون يوان صيني. واختلس تشوان شو محاسب قرية خوان خوديان بمنطقة خايتيان ببكين 119 مليوناً. اكتشف في منزل ما تشاو تشون مدير شركة إمدادات المياه في بيداخ بمقاطعة خبي 120 مليونا نقدا و37 كيلوغراما من الذهب، فضلا عن امتلاكه 68 شقة، ما أثار جدلا واسعا بين الناس. أظهرت قائمة المسائل التي أصدرتها فرق التفتيش المركزية أن مقاطعة خبي تعد إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالفساد على المستوى القاعدي. وفقاً لملاحظات فرق التفتيش، أطلقت حكومة خبي حملة لمعالجة صغار المسؤولين الفاسدين في 10 مجالات رئيسة، بما فيها استغلال الأراضي والبناء الحضري وإمدادات المياه والفساد في الريف. يودا让我们也的是触目惊心的。我们开展这个想行动一年了，从立案的已经将近一万件九千多件，从现在看已经查出了六千多人，过一百万的，一百九十个，过一千万的三十一个。这些人级别都很低，但是他们看看。 数量都是很惊人。 في هذه القضايا ساهم الفرق الكبير بين الرتبة المتدنية والرشاوى الضخمة في تشكيل صدمة مذهلة للتحذير من خطورة الفساد. وفي الواقع فإن ظاهرة الصغار المسؤولين مع الفساد الخطير هي نوع واحد من الفساد على المستوى القاعدي. وبالرغم من أن بعض القضايا لم يتعلق بمبلغ كبير، لكن تأثيراتها السيئة لا يمكن قياسها بمبلغ. هذه قرية صغيرة في بلدة نينيان بمدينة تاي أن بمقاطعة شاندون. بلغ عمر شياوجين 12 عاماً وتوفي والدها وأمها عمياء. عاشت الأم وابنتها من خلال كسب 160 يواناً كأدنى معيشة، 600 يوان لرعاية الأطفال شهرياً. ولكن هناك شخصاً يمد يده إلى المخصصات المالية لرعاية الأطفال. عام 2013 اختلس تشان شي لونغ المدير السابق بمكتب الرعاية الاجتماعية بهيئة الشؤون المدنية 5400 يوان من المخصصات المالية لرعاية الأطفال لتسعة أشهر. 当时因为炒股票，大起大落，一天可以就跌了一片煤油，所以就从黑黑生不到一万块钱了，所以那为了从股市上那个为了补贴一下损失吧。 عام 2013 حصل أكثر من 20 طفلاً من الأسر الفقيرة على رخصة بتلقي مخصصات مالية في بلدة نينيان. يمكن لهم الحصول على 600 يوان كل شهر، لكن تشان شي لونغ لم يوزع بطاقات المساعدة، وحتى بعد سحب الإجمالي المبلغ لتسعة أشهر وصلت قيمته 157.4 ألف يوان صيني لاستخدامها بشراء الأوراق المالية والاستهلاك اليومي. هؤلاء الأطفال هم أيتام
أو أن آباءهم يعانون من إعاقات شديدة، يعيشون في فقر مدقع، ويبدو أن 5400 يوان ليست مبلغاً كبيراً، لكنها كذلك بالنسبة إليهم. راجع بعض الناس سجلات المعاملة لبطاقات المساعدة المالية وشكوا وقدموا معلومات معنية للجنة فحص الانضباط. طردت اللجنة تشان شي لونغ من الحزب والمنصب الحكومي بعد التحقيق في انتهاكه، وبالإضافة إلى ذلك حكم عليه بالسجن لعشرة أعوام وستة أشهر. إن عدداً كبيراً من قضايا الفساد المكتشفة تطرق إلى جرح مصالح الفقراء، فقد مد المسؤولون فاسدون أيديهم إلى أموال الإعاشة الأدنى وأموال إعادة أعمار المباني الموشكة على الانهيار وأموال الإغاثة. كل هذا أثار غضباً شديداً من الجماهير. يبدو أن بعض قضايا الفساد لم تضر مصالح أسرة معينة مباشرة، ولكن أضرارها ما زالت خطيرة. هذه مدينة بيخاي بمنطقة غوانسي، يعد الشاطئ الفضي المتميز بالمناظر الخلابة معلماً للمدينة. كان بناء طريق الشاطئ الفضي مشروعاً رئيسياً خلال هذه السنوات، وتطرق إلى استغلال الأراضي وهدم بعض المباني. وخلال ذلك حدثت قضية فساد جماعي، حيث تواطأ بعض المسؤولين بمكتب استغلال الأراضي مع بعض الكوادر الريفية والجماهير في غش التعويضات المالية الحكومية، وبلغت قيمتها 5 ملايين يوان صيني، وضلع فيها 16 شخصاً في هذه الفضيحة. 整地办工作人员呢，就起到这个主导作用。作案的手法基本上都是差不多的，但是从无中生有。عمل 9 مسؤولين بمكتب استغلال الأراضي على خلق القائمة المزيفة عن المباني ومساحتها وعدد المحاصيل للاحتيال على التعويضات المالية الحكومية، لأن التعويضات وزعت مباشرة على بطاقات بنكية. فتواطأ هؤلاء مع بعض الكوادر الريفيين والفلاحين للحصول على تعويضات مالية وتقسيمها بينهم. 想过是违法，啊，但是呢，还是要去做呢。思想啊，思想就是感觉上这份班好像没什么钱一样，贪婪啊、虚荣啊之类的。 بصفتهم موظفين حكوميين عملوا على تخريب أساس الدولة بدون شعور بالذنب وضعف الوعي في القانون والانضباط، ما أثار تأثيراً سيئاً للغاية في المنطقة المحلية. ولكسب الثروات ذهب بعض القرويين إليهم للتواطؤ معهم طوعياً. 这个钱呢是不赚白不赚了，这个想法也没有说觉得违不违法。 光荣不，好像是没有什么无耻啊，这样子没有觉得这样想，就觉得如果他可以这样子做的话，就觉得他有本事，可以靠官司拿到更多的钱。主要是看干部怎么做，如果是干部他能廉洁公正，那上面的人也不会这样做，善良不正善良歪嘛。如果你是你大家都不诚信，你大家都搞的话，你靠单靠政府打击，你打击的多少了？ إذا أخذ أصحاب السلطة زمام المبادرة باختلاس أموال عامة، فالأمر الذي لا يلحق أضراراً مادية بالدولة فقط، بل إنه يؤثر سلباً على الجو الاجتماعي والعدل، وسيتسبب في أضرار لا تقدر بثمن. بالمقارنة مع كبار المسؤولين مثل النمور، حمل الجمهور غضباً أكبر ضد صغار المسؤولين كالذباب، واصفين إياهم بأنهم أكثر قساوة من النمور. 老百姓关注的更多的是他生活中看到的这些干部的实际行为。如果基层腐败不能得到有效的遏制的话，实际上动摇了党执政的基础，而且呢，会动摇群众对党和政府的这种信任。 طلبت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية لفحص الانضباط التي انعقدت في يناير 2015
بتشديد حدة التعامل مع الفساد. وفي يناير 2016 أكد الأمين العام للجنة المركزية شي جين بين أن الفساد الخفيف قد يصبح مشكلة خطيرة لأنه يضر بالمصالح الحيوية العامة للشعب، كما أنه يضعف ثقة الجماهير على المستوى القاعدي في الحزب، ولذلك فمن الضروري تعميم إدارة الحزب بشكل صارم وعلى نحو شامل. وفقاً لمطالب اللجنة المركزية، اتخذت هيئات فحص الانضباط والرقابة على جميع المستويات إجراءات مناسبة انطلاقاً من الظروف المحلية لتشديد حدة معاقبة قضايا التي تضر بمصالح الشعب. تتطلب معالجة الفساد على المستوى القاعدي تحليلاً متعمقاً في الجوهر والأسباب. أظهرت قضايا الفساد المكتشفة مؤخراً أن الفساد له مميزات في مختلف المناطق، لكنه يتمتع بخصائص مشتركة. شهدت مدينة خوايبي بمقاطعة أنخوي ازدهاراً بسبب الفحم، حيث تحركت قطارات الفحم من خلال احتراق هذه المدينة. وقبل مطالبة الدولة بإغلاق مناجم الفحم الصغيرة، عملت العديد من القرى على إنشاء مناجم فحم جماعية بما فيها قرية ليشان. الآن تم إغلاق منجم الصداقة الثاني في قرية ليشان، وكان هذا المنجم مزدهراً قبل 10 أعوام. اعتبرت القرية أغنى قرية في خوايبي، ولذلك أصبح مدير المنجم ليو داوي صاحب السلطة في القرية، وتولى منصب نائب سكرتير اللجنة الحزبية فيها وسكرتيرها على التوالي. أصبح ليو داوي نموذجاً لصغار المسؤولين بالفساد الخطير. في مايو 2014 قامت فرقة التفتيش الخامسة التابعة للجنة مقاطعة أنخوي بالتحقيق في خوايبي. عرض مئات القرويين من القرية معلومات الفساد عن ليو داوي، فهرب إلى أمريكا. لكنه عندما عاد سراً إلى الوطن في أغسطس 2014 تم إلقاء القبض عليه. أحيل ليو داوي ونحو 19 شخصاً آخر إلى الجهاز القضائي للاشتباه بانتهاك القانون. وأظهر التحقيق أنه وخلال الفترة من عام 1996 وحتى 2014 تواطأ ليو داوي مع أقاربه والمسؤولين باختلاس وغش الأصول الجماعية بقيمة 150 مليون يوان. وبإلقاء القبض عليه وجد الناس أن الأموال الجماعية للقرية لم تبقى بعد. لم يختلس ليو داوي جميع الأصول الجماعية للقرية خلال ليلة، فالتحقيق أظهر أنه وضع خطة دقيقة لأكثر من 10 أعوام واستعد بشكل كاف للهروب من التحقيق. لأكثر من 10 سنوات قام ليو داوي باختلاس الأصول الجماعية، وفقدت الرقابة داخل قرية ليشان دورها تماماً،
رغم إنشاء فريق الإدارة المالية، ولكن في الواقع إن هذا الفريق لا يتكون من فرد سوى من أقارب ليو داوي والمقربين منه. مياو سوشيا هي خالة ابن ليو داوي. قبل هروب ليو أمرها بتحريق جميع دفاتر الحسابات عن الأصول الجماعية لتدمير الأدلة. وخلال سنوات عديدة كانت الأصول الجماعية للقرية تخضع لسيطرة ليو الشخصية. حول الأحوال التجارية عن المؤسسات الجماعية وحجم الأصول الجماعية لم يتم اكتشافها أبداً. وطالما شك شخص بالحسابات انتقم ليو منه من خلال استخدام قوى الشر. تعامل مع الآخرين بصلف طائش في القرية. فلماذا تجاهلت هيئات الإدارة في البلدة؟ اعتقد القرويون أن ليو داوي كان يبقي على اتصالات مع كبار المسؤولين، وتأكدت نتائج التحقيق من صحة ذلك. حافظ كل من ليو يا السكرتير السابق للجنة الحزب بمنطقة ليشانغ، وتشان جينزيان نائب السكرتير السابق للجنة الحزب بالمنطقة، ودون خاي بو نائب الرئيس السابق باللجنة الدائمة بالمنطقة، وران تشي في السكرتير السابق بلجنة الحزب بالبلدة على أواصر وثيقة بليو داوي، وعملوا على محاباته بعد تلقي الرشاوى. أشاع تشان جينزيان أنه سيتم ترقيته لرئيس منطقة، فزاره ليو داوي لتقديم الرشوة. وللحصول على المزيد من المساعدات بعد توليه المنصب، طلب ليو داوي منه الرشوة. سواء ما إذا قدم ليو داوي الرشوة أو أخذ تشان جينزيان زمام المبادرة في طلبها، فتم إنجاز صفقة السلطة مع النفوذ. سعى ليو داوي لتعزيز الأواصر مع كبار المسؤولين، كما أنه اختلس الأصول الجماعية بتجاهل شكاوى للقرويين. بعد القبض على ليو داوي ابتهج القرويون كثيراً، ومن المستحيل كسب الشعبية سوى من خلال معاقبة الفساد بصرامة. انتهت فترة حكم ليو داوي في قرية ليشانغ، ولكن من الضروري إعادة التفكير في هذه القضية لأنها تعكس المشاكل في الارتباك بإدارة تمويل الريف وسلطة مسؤوليه خارج نطاق السيطرة، وتقصير اللجان الحزبية والانضباطية المحلية في العمل. وفي ظل إشراف فرق التفتيش بلجنة المقاطعة، تعرض ليو داوي وبضعة كبار مسؤولين لعقوبات، ولكن الفساد هناك لا يمكن حله بمجرد الاعتماد على مراقبة فرق التفتيش. 关键难点和重点就是把责任压实在基层，要基层党委纪委承担起主体责任、监督责任，还是要靠基层。所以基层承担起责任，这是问题的关键。那么目前呢，看来也正是在这方面存在薄弱点。 ولمعالجة المشكلة طالبت اللجنة المركزية بمد الضغط في الوحدات على جميع المستويات لتعزيز الوعي في تحمل المسؤوليات على اللجان الحزبية والانضباطية على مستوى المقاطعة والمدينة، واللجان الحزبية على مستوى المحافظة والقرى أن تلعب دوراً رئيساً، وعلى اللجان الانضباطية على مستوى المحافظة والقرى اتخاذ التحقيق ومعاقبة الأساليب الشريرة وقضايا الفساد كمهمة رئيسية، فضلاً عن تعزيز الإدارة والمراقبة والمساءلة في التقصير في أداء الواجب. 强调这个主体责任和监督责任是非常必要的。基层的党政部门和官员权力太大，过于集中。
而他相应的领导责任太小。改变这种权责不对等，就是一方面要减少公共权力，要压缩规范公共权力，另一方面呢要强化权力对应的这种责任，而且这个领导责任一定要严格追究，一定要让他付出代价。在这种情况下，我们才能促使各级领导干部都能够第一管好自己，第二呢管好下属。عند التحقيق ومعاقبة قضايا الفساد على المستوى القاعدي لسنوات، يتم تعزيز المساءلة في قيام بعض المسؤولين وأعضاء الحزب بالتقصير في العمل وتنفيذ المسؤوليات، إضافة لمعاقبة المتورطين بالفساد. في ديسمبر من العام الماضي، كشفت لجنة فحص الانضباط بمقاطعة أنخوي عن قضية عوقب فيها 20 شخصاً من أعضاء الحزب العاديين إلى الكوادر على المستوى المتوسط. كان الحادث كما يلي: أقامت شركة فعاليات التبرعات لدعم الدراسة بمدرسة سونمياو بمدينة سوتشو. تم التبرع ب1200 يوان صيني لكل 30 تلميذاً فقيراً. إنه عمل خيري، لكن رئيس القرية ومدير المدرسة طالب كل من التلاميذ بدفع 200 يوان صيني لتكريم موظفي الشركة بتناول الطعام. عقدت المدرسة واللجنة القروية اجتماعاً فورياً مع آباء التلاميذ وطالبتهم بتقديم 200 يوان صيني كنفقات للضيافة. بغض النظر عن رضاهم أم لا، لم يبدي الآباء معارضتهم بدفع نفقات الضيافة. في الواقع إن هذه العائلات هي الأفقر في القرية. في هذه العائلة 2 من الأطفال، وتعاني الأم من مرض عقلي لا تستطيع الاعتناء بنفسها، ويعاني أيضاً كبار السن في العائلة من مرض. تعيش العائلة بالاعتماد على عمل الأب خارج القرية. أما هذه العائلة فإن الأب توفي وهربت الأم، ويتحمل الجد والجدة المسؤولية عن تربية الأطفال. 1200块钱对你们家来说哈，那可那是好跟一万了，这样讲来说，咋回事？快点！为什么这么说？哎呦呦，就是你还得要谢谢人家，还要钱。من غير المناسب مطالبة هذه الأسر بتقديم 200 يوان. وبعد مراسم التبرع، تناول 86 شخصاً الطعام بإنفاق 2756 يواناً، بينهم موظفو الشركة والتلاميذ ومسؤولو المدرسة والمدرسون ومسؤولو القرية ومسؤولو البلدة. بالرغم من أن معدل النفقات لكل فرد 33 يواناً فقط، ومعيار الوجبة ليس عالياً، لكن التكريم غير لازم ومدفوع من تلاميذ فقراء. لاحقاً اطلع أحد المطلعين على الوضع. لاحقاً تم إطلاع مراسل محلي على الأمر، وقام المراسل بمقابلة صحفية. وقتها شعر مسؤولو المدرسة بالقلق، فأطلعوا مسؤولي مصلحة التربية والتعليم على الأمر، لكن تشو يونغ مدير المصلحة لم يحقق في الانتهاكات، بل طالب المراسل بعدم نشر هذا التقرير على الصحيفة. 这个题材太敏感了，一边是扶贫救助，一边又谈牵扯的卷款，还有学校，这都是敏感，因为这个是个定时炸弹。你如果报道出去，不可收拾。我们的想法吧，我们尽量把这个影响负面达到最低限度，希望记者能够给我们基层打最大限度的理解，甚至把一些负面的变成正面的报道，都有这种期待。这多少年来都是这种。 بأمر من تشو يونغ،
عمل دو يو هو سكرتير لجنة فحص الانضباط بمصلحة التربية والتعليم على تعزيز التنسيق مع المراسل، ونظراً لمنصبه الإداري عليه التحقيق في الانتهاك، بينما سعى إلى منع المراسل من نشر التقرير السلبي، ولذلك حدثت قضية التكريم غير المشروع مجدداً، ودعا دو يو هو مسؤول مراسلي جريدة نجوم السوق إلى الأكل بإنفاق أكثر من 900 يوان من قبل المدرسة المركزية في البلدة. أثناء المأدبة اتفق مسؤول الجريدة ودو يو هو على عدم كشف الحادث، وبالمقابل طالب دو يو هو المدرسة المركزية بتوقيع اتفاقية إعلانات بقيمة 10,000 يوان صيني مع الجريدة. بعدها اعتقدت مصلحة التربية والتعليم أن الحادث انتهى ولم تقم بالتحقيق في سلوك يضر بمصالح التلاميذ الفقراء. لم يتوقعوا عدم رضي المراسل عن النتيجة، فقدم هذا الدليل لنظيره بجريدة أنخوي التجارية للكشف، ما أثار اهتماماً بالغاً من اللجنة الحزبية ولجنة فحص الانضباط بمقاطعة أنخوي، فتم تشكيل فريق خاص للتحقيق بالقضية، وتم توجيه تنبيه تحذيري للقادة الرئيسيين باللجان الحزبية والانضباطية بمدينة سوجو ومنطقة يون تياو بسبب عدم تحمل المسؤولية، وبوضع سكرتير لجنة فحص الانضباط بمنطقة يون تياو تحت الرقابة داخل الحزب، وإعفاء مدير مصلحة التربية والتعليم وسكرتير لجنة فحص الانضباط بالمصلحة ومدير المدرسة المركزية من مناصبهم الحزبية والإدارية بسبب محاولة منع وسائل الإعلام من التغطية والتحقيق. أما مسؤول صحيفة نجوم السوق فقد أقيل. 这个主体责任和监督责任，我悄悄实施，我作为局长嘛，这个落实不力，带来这么多的影响，我作为局长感到很痛苦、内疚。这个联系记者、宴请媒体，确实是个不是我们应该做的工作。哎，作为一个纪委书记，你的主业主责是监督职级问责。 这个偏离了，这个就相当于角色错位。中国纪检检查报有一篇文章，说这位受重处分的纪委书记错在哪？里面有一句话，这个不去解决问题，最终问题会解决你。这个让我记忆深刻。这句话。 نظراً لمناصبهم يتعين على مسؤولي اللجان الحزبية والانضباطية خاصة مدير مصلحة التربية والتعليم بمنطقة يون تياو وسكرتير لجنة فحص الانضباط بالمصلحة التحقيق في الحادث والمساءلة في تنفيذ الانضباط، لكنهم لم يدركوا ذلك فخضعوا للتحقيق والمساءلة. 主动积极主动的，啊，去谋划，去想办法去解决此类的突出问题。 ما زالت الوحدات القاعدية أكثر عرضة للممارسات الخاطئة والفساد، ومن الضروري معالجتها بالجهود المبذولة من قبل الوحدات القاعدية بنفسها. طالبت اللجنة المركزية بفرض الضغط من المستوى إلى الآخر وتعزيز الوعي في تحمل المسؤولية، وذلك لتحميل الوحدات القاعدية مسؤولياتها، ولا حول ولا قوة سوى هذه الطريقة من أجل المساهمة بضمان سعيان اللجان الحزبية والانضباطية على جميع المستويات لتنفيذ متطلبات اللجنة المركزية وإيجاد وسائل معالجة الفساد على المستوى القاعدي. 没事，你大胆的说，没关系，我们是州纪检委的工作人员，你放心。这次跟老百姓装这个机关的事儿，老百姓不是装机关了吗？装机关以后，老百姓原来是别的村全是这个，一亩地是400多块钱，我们这老百姓这个大庄村是600多块钱，这个有一家不合理，这个老百姓有一家怨气。
منذ فترة من الزمن بدأت منطقة شينجيان ذاتية الحكم نظام تفقد على مستوى القاعدة. مدت نظام التفتيش إلى القاعدة بموجب نظام التفتيش من قبل اللجنة المركزية واللجان الحزبية على مستوى المقاطعة. تم اختيار موظفي لجان فحص الانضباط والرقابة ولتشكيل فرق للتفقد، وذلك للتعامل مع عامة الشعب في البلدات والقرى بشكل غير منتظم للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم بغية أخذ زمام المبادرة في اكتشاف المشاكل وتسويتها من خلال العمل في القاعدة. هذه قرية زق الدين خوداغ بمنطقة شينجيان تعتبر قرية فقيرة، ومعدل دخل الفرد هنا 6000 يوان صيني في عام 2015. للحد من الفقر تم تنفيذ الكثير من السياسات التفضيلية ومشروعات تخفيف الفقر في القرية، وأثناء عملية التفقد تلقى الموظفون شكاوى عن كامور سكرتير فرع الحزب هنا. وفقا للسياسة الزراعية التفضيلية يمكن لكل أسرة تزرع القمح الحصول على تعويضات مالية. وأثناء تسجيل المساحات قام كامور بزيادة 500 مو من المساحات الزراعية بإدراج 13 أسرة لم تزرع القمح. 以前他们是上面不来符合，但是我们村里面自己符合，符合这个种植面积，就是我们自己说了算，啊就种了，就种了，往上一报以后，上面也就确定了。 أظهر التحقيق التلاعب بالمساحات الزراعية للقمح، وصادر كامور 41 من الأغنام من أصل 500 وزعتها حكومة المقاطعة على الرعاة، ولكسب 49 ألف يوان صيني بعد بيعها. وهنا طردته لجنة فحص الانضباط بمحافظة خوشو من الحزب وأحالته للقضاء. يعتبر تركيز السلطة في أيدي مسؤولي القواعد وضعف الرقابة نسبياً مشكلة كبيرة، فأملت منطقة شينجيان بتعزيز حد الرقابة من خلال وسيلة التفقد لتوسيع قنوات اكتشاف المشاكل. 我觉得这个巡查的效果很好，我们今年我们查处乡镇以下的啊党员干部的案子啊增长60%，啊大数60%这么一个比例，给我们巡查工作发现问题啊解决问题啊是有很大关系的。 حول طريقة العمل المماثلة تم تجريبها حالياً في كثير من المناطق. في غويتشو أجرت حوالي 1487 فريقاً لرقابة المعيشة أعمالها على نطاق المقاطعة. ومنذ القدم تميزت غويتشو بالتقلبات الجوية والتضاريس المعقدة وكثرة الفقراء. حالياً ما زالت من أشد المقاطعات فقراً. وفي ظل الجهود الكثيفة للجنة المركزية بالحد من الفقر، تمتعت المقاطعة بالمزيد من المشاريع التفضيلية والمخصصات المالية، فأصبح اكتشاف الفساد مهمة ملحة، ويتركز أيضاً فريق الرقابة على ذلك. هذه قرية دابان تعرضت لكارثة الأمطار عام 2012. دمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب الانهيارات الأرضية، وبعد القيام بالتحقيق بالكارثة
خصصت هيئة الشؤون المدنية 20,000 يوان صيني للإغاثة، لكن القرويين لم يعرفوها أبداً. بوصول أموال الإغاثة، عقد ليو خونغ تشوان سكرتير لجنة الحزب وايان لين وليو خونغ وونغ عضو لجنة القرية اجتماعاً، وقرروا توزيع المبلغ على 8 أسر وهي أقارب هؤلاء المسؤولين 3. ولم يتم الإعلان عن توزيع الأموال الإغاثة بدون الرقابة من قبل هيئة الشؤون المدنية. 有没有上级部门再来检查一下？有啊，大姐就是下来咨询一下就行了。啊，他们怎么检查？他们来检查，就是问我们这个钱花下去了没有？啊，他到户里面没有去。 في ظل عدم كشف المعلومات وضعف الرقابة، لم يعرف القرويون أنهم تعرضوا لخسائر بمصالحهم. ومن خلال أعمال أفرقة الرقابة، وجدت حكومة غويتشو أنه لا يمكن تعليق جميع الآمال على القرويين فقط لاكتشاف المشاكل. 他知道反正我钱一到位了，乡里面的人就没有人派下来核实我到底发没发，老百姓也不知道我到底发没发。你当时申请的是后头，总体经理是后头完事。أطلقت فرق رقابة الرزق بمقاطعة غويتشو حملة إشراف خاص منذ العام الماضي، من خلال اختيار بضع مجالات رئيسة لمراجعة المعلومات المعنية عن مصدر الأموال والتي حصلوا عليها والمشاريع، حيث قام الموظفون بالتحقيق في كل حلقة عن استخدام الأموال وفقا للسجلات الدقيقة. تم اكتشاف احتيال أموال الإغاثة في قرية دابان من خلال حملة إشراف خاص، وأتى الموظفون للقرية لزيارة الذين حصلوا على أموال الإغاثة، ووجدوا أن هؤلاء الناس الذين يجب كسب أموال الإغاثة لم يحصلوا عليها بالفعل. 就把这个理论问题搞清楚。据统计，我们去年就是刚才讲的民生监督整个的案件量占到全省的85%，那么这个专项监察发现的问题。 طالبت الدورة الكاملة 6 للجنة المركزية لفحص الانضباط بمعاقبة لقضايا الاحتيال والتوزيع السري والتبذير والإسراف في مجال الحد من الفقر، وذلك لتوفير ضمان لإنجاح تخفيف الفقر من خلال الانضباط الصارم. يتعين على اللجان الحزبية والانضباطية على جميع المستويات بمقاطعة غويتشو الالتزام بمتطلبات اللجنة المركزية لاكتشاف المشاكل والتحقيق فيها والعمل على حلها. بالرغم من تحقيق في قضايا الفساد في مجال تخفيف الفقر، لكن الأضرار المتسببة عنها تحذر اللجان الحزبية والانضباطية مراراً وتكراراً من أنه إذا حدثت قضايا الفساد في مجال تخفيف الفقر، فالأمر الذي سيؤثر سلباً على تنفيذ السياسات من قبل اللجنة المركزية وإضعاف نتائج مساعدة الفقراء. هذا لا يؤذي قلوب المواطنين فقط، بل يؤثر سلباً على تحقيق الهدف المتمثل ببناء مجتمع رغيد الحياة. تتميز قضايا الفساد على المستوى القاعدي بكثرة الجوانب والكمية الكبيرة والنطاق الواسع، ولا يمكن معالجتها بيوم واحد، ما يفرض على الجميع وضع مصالح الجماهير في القلب والمثابرة الدؤوبة في هذه المعركة الهامة. 谁来负责，谁来担当这个事，所以我觉得这个问题还是跟中央提出的，就落实两个责任，抓住落实主体责任这个牛鼻子，而抓住主体责任这个牛鼻子，其中一个很重要的问题就问责，这个中央提出来问责是个利器啊，最有力的一个方法，就你有责任层层传导，层层落实。 那他万一不落实呢？他不履行呢？问责。
أثارت كل قضيات فساد على المستوى القاعدي غضب المواطنين، بينما حظي التحقيق في أي فساد بالثناء والدعم. Bunda işlığa ben naitte toğra mesker dep karayım ben. Hazır kız vaziyette hem de başında işlin tazılap naitte yakşı iş kılvadı da. Hazır maşı yığın vaziyet kurulganına yakı naitte köğünümüz hoş bulvadı da. لا يعد تكثيف الجهود بمكافحة صغار المسؤولين الفاسدين مثل الذباب إجراء لازما فقط في تشديد إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل في القاعدة الشعبية، بل يسهم أيضا بتلبية طلب المواطنين بمكافحة الفساد. 13 ديسمبر 2014 قام السكرتير العام للجنة المركزية شي جين بين بالتفقد في مدينة تشانسيانغ بمقاطعة جيانسو، وكانت زيارات أسر المزارعين العاديين لمعرفة ظروف المعيشة إحدى أهم المواضيع. أشارت رغبة المواطنين وتطلعاتهم إلى كل ما في قلوبهم، ويجب على أصحاب السلطة إبقاء الاتصالات الأوثق مع المواطنين لحل مشاكلهم ولجعلهم يحسون بالتمتع بإنجازات المثمرة في إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل. إن الشعبية القوية تعد أثمن الكنوز للدولة، وهي ركيزة حقيقية لتوطيد السلطة الحاكمة.